الشارع التونسي. الشارع التونسي عاد مزيد المواصلة الموعد معاكم. كما قلت الموعد تدسويت باش يكون في الرادار. الرادار. رادارنا الثاني لليوم يتحدث على التشريعات والقوانين البيئية. كيفاش تنجم تشريعات تخدم الوضع البيئي وتلتحق بنا؟ صفية المحرر، صباح النور صفية. صباح الورد أسامة، مرحبا بك، مرحبا بكل السادة المستمعين. كما قلت إذن اليوم نحكيه على الجانب البيئي، هل هناك احترام للبيئة في تونس وإلا لا؟ خليك سؤال بطبيعة باش نطرحه على مدام عفيف المراكشي. ردت الفعل انتهى، فهمت منها. واضح، على الأقل اللي نعرفه واضح. مدام عفيف مراكشي أستاذة في القانون البيئي معنا بالتليفون. صباح الخير، مرحبا بك مدام. صباح الخير مدام، مرحبا بكل مستمعات ومستمعين. مرحبا بيك. اذا كما كنت تسمع فينا مدام عفيف، اليوم نحكيو على التشريعات الموجوده في تونس بخصوص البيئه، هل التشريعات هذه كافيه اليوم لحمايه البيئه في تونس والا لا؟ به هو سؤال كبير ومهم برشا وفيها زوج برشا جوان بالضبط. اول حاجه الساعه هل هي موجوده وكافيه؟ ثاني حاجه هل هي محترمه ومطبقه؟ هل أن التشريعات موجودة وكافية؟ أنا إجابتي الأولى سبونتاني هي نعم. عنا عديد التشريعات البيئية يمكن من السبعينات وإحنا متقدمين برشا في مجال التشريع البيئي. التشريعات هذه ديما تتراجع وتتحسن، وإحنا اليوم ماشيين حتى نحو يعني تكريس جديد بإعداد مشروع مجلة بيئة باش يولي عنا أن كود، معناها على خاطر عنا برشا نصوص قانونية تهتم بحماية مكونات مختلفة متاع البيئة، البيئة الطبيعية والبيئة الثقافية والبيئة الحضارية كل. السؤال الثاني هو هل هذه التشريعات هي بصدد التطبيق وهل يتم احترامها من طرف المؤسسات ومن طرف المواطنين والمواطنات؟ هوني فما إشكال. علاش؟ فما جزء من التشريعات هي محل تطبيق ومحل مراقبة ويتم احترامها، لكن فما جزء كبير هي يتم خرقها بسبب نقص في الرقابة مثلا. احنا مثلا في تونس عنا نقص في المراقبين في المجال البيئي. نعطيك مثال. مش فما شرطة بيئية أستاذة؟ باه الشرطة البيئية حكايتها حكاية، عاد هوني لازم نحكيو عشوية وصبحية ونهار لحد ونهار السبت. خاطر تعرف اللي الشرطة البيئية أولا هو جهاز كان تابع البلديات فقط، وما تمش إحداثه على البلديات الكل، ما تمش تعميمه في 350 بلدية، وتوا فما نوعا ما تراجع عليه الجهاز هذايا. أما الرقابة ما كانتش تأمنها كان شرطة بيئية. الرقابة البيئية معناتها يمارسوها أعوان محلفين ينتميوا لوزارة البيئة في بعض المجالات، وكالة حماية المحيط، وكالة حماية الشريط الساحلي، فما وزارات أخرى تراقب المخالفات اللي تنجم تتعلق بالبيئة، عندهم حتى هما أعوان. الإشكال وين؟ اولا فما تشتت في الاعوان المراقبين ياسر يوناتخو. يعني احنا معناها ديما كي نحكيو من الناحيه القانونيه نقولوا لابد من توحيد الرقابه، خاطر انت كي عندك معناها عندك عدد كبير من المراقبين اللي راقب يقول لك لا مش انا طول اخر، لا مش انا طول هيكل الاخر، دونك بيان سور كل واحد يولي يخلي المجال لغيره، دونك كونتينيا ياتخو تولي مشكل. دونك الحل هو انا حسب رايي توحيد شويه الرقابه ورقمنتها. اش معناها رقمنتها؟ انت كي تولي لي بي في المحاضر تاع المخالفات المعاينه تولي تتحط في سجل مرقمن، احنا ماشيين توا نحو الرقمنه ملا رقمن المعاينه تاع المخالفات، باش يولي كل شيء الى سويفي وتنقص من التقاعس وتنقص من عدم تطبيق القانون وتنقص من الرشوه وتنقص من كل شيء. دونك الاشكال باش نجاوب على سؤالك هو انه فما اشكاليه في التطبيق بسبب تعدد الهياكل المراقبه. اثنين من الناحيه الكميه وقت تحط ساعات عدد من الاعوان ما هوش كافي، ما عادش تنجم تراقب. نعطيك مثال، احنا عندنا امر في تونس نص قانوني يمنع اكل رقم سمعتوا به البلاستيك هذاك ذا الاستعمال الوحيد. هكي شكاير اللي عايشين معانا اللي هما في نرقاوهم في الشجره ونرقاوهم في الكياس وفي البحر وفي كروشنا زادة، بما انه البلاستيك ولا جزء من حياتنا. عندنا نص قانوني يمنع لي ساشي هذوك اللي يتسموا ذات الاستعمال الوحيد. لو بروبليم عندك نص يمنع لكن ما عندكش بطريقه واضحه شكون الاعوان اللي هما مكلفين بطريقه مباشره لمعاينة المخالفات نتاع استعمالها اللي ساشيه هذوما، وباش نطبقوا عليهم القانون ونطبقوا عليهم العقوبات. انت وقت تحرق ضوء وتعرف اللي ما فماش بوليس اش تعمل؟ تعاود تحرق
قضى واللي بعده واللي بعده واللي بعده. اي ولا لا؟ دونك انت تولي في حياتك تعرف اللي ما فماش مراقبه وما فماش تطبيق القانون، وهذا يشجع على خرق القانون. دونك نرجع لسؤالك الاولاني، نعم هناك قوانين بيئيه عديده النجم نعتبروها كافيه بالرغم اللي هي ناقصه في بعض المجالات، لكن اشكالنا في الرقابه وفي توحيد الرقابة وفي رقمنة الرقابة وفي توعية المواطن، خاطر المواطن لازم يوعى قبل ما تهدوا بالعقوبة، لازم يفهم. أستاذة أستاذة نعم. فما نقطة نعم. مهمة في عملية تطبيق هالقوانين هذه، ثم إشكال كبيرة تنقول لك وين الإشكال الملاحظ على الأقل. المواطن ما يتبقش القانون، خلينا نقوله لأنه فما جزء من القوانين البيئية والتشريعات المتعلقة بالمجال البيئي المواطن ما يعرفهاش، دونك ما يلتزمش، لازم يكون فما نوع من التحسيس. لكن الإشكال الأكبر والأعمق والأخطر أنه المراقب بيده اللي يقوم اللي الأصل فيه باش يقوم بعملية الرقابة، يقوم في عملية الرقابة اللي تهمه هو لأنها مشتة عملية الرقابة، يقوم خلينا نقولوا ما يقومش بالخطأ، لكن في مجالات بيئية أخرى هو يقوم بالخطأ وهو مراقب على وهو الأصل فيه يقوم بعملية الرقابة ويقوم بتطبيق القانون، هو في حد ذاته قاعد يخرق في القانون في مجالات أخرى. هل اليوم فما وعي بيئي ولا ما فماش؟ ناقص، أنا نعتبره ناقص برشا عند الصغار وعند الكبار وعند، لكن بالنسبه لينا فما حاجات احنا يعني انه شوك، خاطر نعتبروا اللي شبيه البرة الدنيا نظيفه وكي نسافروا نلقاو الدنيا نظيفه ونتسائلوا وما نعرفوش اللي احنا اللي نمسخوا في بلادنا. دونك احنا اوني ان بو سكيزوفرين، عرفتك العبد قش عليه عنده جوج شخصيات ماهوش فاهم روحه وين، تحب بلادك نظيفه اي با انت لازمك تنظفها، احنا نظافه تقف في دارنا اي اونكور. دونك انت وقت تحل ترقى انسان يهبط شباك كرهبته ويرمي لا 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 معناها لي ساشي ولا باكو السواقر اللي هو كان عنده في يده البرة، سي كي ناغيان كومبخي، وهوني ماهوش القانون راه برك اللي باش يبدل. اذا كان احنا نستناو باش القانون باش يربينا عندنا مشكل. هذا حسب رايي بيان سور. خلينا في نفس الإطار، أنت كنت تحكي مدام عفيف على الأكياس البلاستيكية ذات الاستعمال الوحيد. أنا باش ناخذ سؤال ورد اليوم في جريدة الصباح الصادرة بتاريخ اليوم، ريبورتاج من أعداد الزميلة حياة السايب. السؤال المطروح في الريبورتاج هذايا هو هل أن تونس قادرة على التخلص من البلاستيك في سنة 2024؟ وباش نطرح عليك السؤال هذايا. قادرة إذا كان تتخدم خدمة كبيرة، دايوغ الاستراتيجية متاع وزارة البيئة متاع الانتقال الإيكولوجي حاط الهدف هذا، أنا نعتبر أنه ممكن نخلطوا له، أما فما خدمة كبيرة ماهيش كان في النص القانوني. راهو إذا كان نبدلوا طريقة الاستهلاك متاعنا ونقتنعوا اللي لازم نرجعوا للقفة والابتساك بالقماش وكل شيء، راهو حتى شيء ما هو ممكن. احنا كنا عايشين بالبلاستيك، ما كناش عايشين بالليساشيون بلاستيك. توا التونسي خاطره ستانس، خاطره ساهل، خاطر في حياته اليومية البلاستيك هو الأول اللي يرقاه، بيان سور إلا دو مال إنه يتبدل، لكن هذا يتبدل كما تبدل في عديد الدول اللي كانت متخلفة علينا. احنا رواندا اللي احنا كنا فايتينها في عديد النصوص القانونية منعت البلاستيك نتاعها، توا في المطار ما عادش نجم تدخل حتى ساشي، يقول لك تخلص منه منين جبته. دونك انا بالنسبه لي كل شيء ممكن. فوالا شكرا لك مدام عفيف مراكشي الاستاذه في القانون البيئي على كل هذه التفاصيل. شكرا لك صفية المحر، حقيقة موضوع مهم ومثير جدا، موضوع التشريعات البيئية اليوم، تشريعات مشتة، خلينا نقولوا كل مجال يتعلق بالبيئة عنده تشريعات خاصة به، في بعض الأحيان تشريعات متضاربة، عملية التطبيق مشتة على خاطر كل واحد عنده جزء يطبق فيه وكل واحد يرمي الكرة للآخر ويحمله هو المسؤولية، وفوق هذه الكل الوعي المواطني وعي كبيرة برشا في التعامل مع البيئة متاعنا، موضوع مهم حقيقة وللمتابعة في ملفات وقت أطول مش في رادار 10 دقائق، حبينا نسلطوا عليه الضوء هكا شوية ونلفتوا له الانتباه، لكن أكيد نرجعوا له في بقية برامج إكسبريس أفام في متابعة لهالموضوع المهم هذا. هكا تقريبا نكونوا قربنا وصلنا من نهاية موعدنا معكم اليوم في الشارع التونسي بصفة استثنائية، عوضت زميلتي لبنى بدها إن شاء الله ترجع معكم في مواصلة لبرنامج الشارع التونسي. شكرا ليك منال سيسي في الإخراج، سليم بن عمار في خرج صورة اللي توصلكم على شان يوتيوب إكسبريس أفام، وسمى الحكيري في نهاية اللقاء اليوم، أقول لكم في الأمان.